بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة اعرف دينك في كل مكان، تحياتي لكم جميعا. النهاردة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع موضوع مهم جدا 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 وانتشر في هذه الأونة، بعض كلمات نتداولها على سنتنا ونعتقد أنها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلم أن ما في أمة اهتمت بكلام نبيها مثل ما اهتمت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام نبيها. الأمم الله أرسل أنبياء وكسر 124 ألف نبي ورسول، والأمم كانت أكثر من 70 أمة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مجعولة جعلها الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة واسطة وأمة خاتمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده هذه الأمة اهتمت بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا. وتلاقي عندنا حتى في كتب في كليات الشرعية في قسم اسمه قسم الحديث، متخصصون في الحديث النبوي الشريف، وفي علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الرجال، ان الراوي بيقعدوا ويفصصوا بقى الراوي ده صفته، لو في عله واحده الحديث يبقى معلول، يعني في خطا، في حاجه عيب يعيبه. ودققت الامه جامد جدا في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائها، ربنا يبارك فيهم جميعا. المهم ان في بعض كلمات الناس بتتداولها انها حديث وهي مخالفه لمنهج النبي عليه الصلاه والسلام ومخالفه لكلام الله تبارك وتعالى. من ضمنها معانا في الحلقه النهارده ما يقال عنه انه حديث: شاورهن وخالفهن. هذا الكلام يعني لو عرضته حتى على عقلك لا يليق بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يامر بالامر ويؤمر بعكسه في ذات الوقت. والنبي اوتي جوامع الكلم، والنبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما ينفعش النبي يقول شاوره ومخالفهم. طب ليه شاوره؟ طيب وإزاي ده يبقى حديث؟ وأهل العلم يعني منهم الإمام الألباني وغيره، أهل العلم ضعفوه وقالوا حديث مكذوب، يعني ليس بحديث أصلا، مش حديث ضعيف كمان، ده مكذوب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء وعكسه، يعني شاورهن وخالفهن، وكيف أن يكون هذا حديث وسيدنا رسول الله فعل غير ذلك؟ سيدنا رسول الله في صلح الحديبية استشار السيدة أم سلمة وأشارت عليه، لما يعني رأى أن المسلمون قد انقسموا إلى شقين، قسم قال أن احنا نحارب قريش، وقسم آخر قال إيه احنا نرجع مع سيدنا رسول الله. فالسيدة أم سلمة قالت له: يا رسول الله، أرى أنك تتحلل من الإحرام ويعني تنادي الحلاق وتحلق، والصحابة سيفعلون مثل تفعل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أم سلمة. وعندنا في القرآن الكريم سورة تسمى سورة الشورى، وربنا قال: وشاورهم في الأمر. فالشورى ده أمر إسلامي، ويقول إن الشورى هو مشاطرة الناس عقولهم. يعني إيه؟ يعني أنا لو باخد رأي ثلاثة أربعة معايا، أنا كأني بقاسم عقولهم، يعني باخد نص عقل ده ونص عقل ده ونص عقل ده، لأن بعرف تفكير ده وتفكير ده وتفكير ده، وإحنا الأربعة وإحنا الخمسة بناخد قرار واحد. فلذلك أمر الشورى أمر مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر شاور الصحابة، قال لهم ده مكان مميز، قالوا له: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والرأي المشورة؟ قالوا لهم: لا، الحرب والرأي المشورة. قال: لا، يبقى المكان ده ما ينفعش، فاحنا هنتحرك لقدام ونجيب بئر بدر في وسط الجيش، فنشرب ولا يشرب ونسقي ولا يسقو. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الصحابة. وفي غزوة أحد، نحارب جوه المدينة ولا بره المدينة؟ قالوا: هنحارب بره، والرأي الأغلب كان بره. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الصحابة. وابنة شعيب استشارها والدها وقالت ما عندها، فاستجاب الوالد لرأي البنت. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاستأجر موسى عليه السلام وعلم أنه قوي وعلم أنه أمين، وبعدين زوجه بنته. فسمع
سيدنا شعيب سمع رأي هذه البنت رغم أنها امرأة، فينفع نقول شاورهن وخالفهن؟ هذا الكلام لا يليق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ينافي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ينافي قول الله تبارك وتعالى في الأمر بالشورى، وهذا الكلام ما لم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما نسمع كلمة زي دي نعرف أنها مش كلام سيدنا رسول الله، نتعامل معها أنها كلام غريب خالص عن كلامنا وعن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.